جامع محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد قطر وأحد أكبر بيوت الله في العالم. تميز بطرازه المعماري المستوحى من التراث القطري القديم، يقع بمنطقة الجبيلات شمال وسط الدوحة. شيد عام 2011 ميلادياً، تبلغ مساحته 175 ألف متر مربع، يستوعب 42 ألف مصل في كل من الصالة المكيفة وصحن الجامع. الله أكبر الله أكبر. ويبلغ عدد قبابه 95 قبة. الله أكبر. كما يصل ارتفاع المحراب إلى 11 متراً. الله أكبر. يكس الرخام أرضية الجامع والصحن والأروقة، ويضم الجامع مراكز للقرآن وعلومه، مكتبة علمية، حدائق. الله أكبر الله